المديرية التقنية بالعرائش كتعمل على إبرام مجموعة من الشراكات اللي من خلال هذه الشراكات هذه كتهدف إلى تعزيز وجود التلاميذ تعزيز الأنشطة ديال التلاميذ والتلاميذ داخل المؤسسة التعليمية. صراحة إذا كان الذكاءات المتعددة اللي كيبرزوها التلاميذ من خلال مجموعة الأنشطة فهذه المسألة هذه كتخلي لنا على أنه التلميذ يلقى راسو في مثل هذه الأنشطة. على مستوى مديرية العرائش كاين مجموعة الأنشطة اللي كنشتغلوا عليها، مثلا النشاط اللي غادي نتكلم نتحدث لكم عليه هو النشاط ديال اليوم الأربعاء 17 يناير اللي عندنا واحد الشراكة مع المعهد الفرنسي وغادي يكون الهدف ديالو أو التيمة ديالو 10 مينوت أون ليغ توس. فريمون المؤسسة المديرية التقنية للعرائش كتقوم بمجموعة الأنشطة من أجل دعم المتعلمات والمتعلمين. لن أطيل عليكم، كنتوجه الشكر الجزيل للجميع من ساهم في إنجاح إن شاء الله هذا الحفل هذا بالحضور ديال التلاميذ، بالحضور ديال اللجنة ديال التحكيم، السيد المفتي، السادة المديرين، جميع المؤسسات التعليمية، وكنتمنى لكم التوفيق وأمسية.